والله بالنسبة إحنا للمواصلات العامة للعاملات عندنا مستشفانا مأمنين، بس في بعض والله عاملات بيجوا من قرى محافظة إربد بشكل لهم عائق كبير. مكان عملي عن سكني ببعد من ساعة لساعة ونص، بس أبدا ما بتشكل أي مشكلة إني أخذ مجال العمل. أكيد 100% بيساعد بتحسين وضعها المعيشي، وأكبر مثال أنا أولادي كملوا الحمد لله رب العالمين تعليمهم بفضل الله وفضل الوظيفة. طبعاً هلأ الحياة تشارك، ممكن أنه كمان مستوى رفاهية بيكون عندنا أعلى شوي من أنه شخص واحد عم بيشتغل.